بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يحيى غانم، أستاذ الأمراض الباطنة بوحدة السكر والدهون المتفرغ، كلية طب جامعة اسكندرية، وعضو اللجنة القومية للسكر. في موضوع مهم الناس طلبت مني أن أنا أتكلم فيه، اللي هو مضاعفات السكر. المضاعفات في السكر لها شكلين. شكل بيسموه حاد، اللي هو بيحتاج أن الواحد يتصرف مباشرة، زي لا قدر الله اللي هي ارتفاع السكر والأسيتون في الدم، وده بيحصل أكتر في النوع الأول المعتمد على الإنسولين، وده بيحتاج أنه الشاب أو الشاب أو الطفل أنه هو يتوجه إلى أقرب مستشفى عشان ياخد محاليل وإنسولين ومعالجة السبب اللي أدى إلى كده. في مضاعفات حادة تانية زي هبوط السكر، ودي حاجة من الحاجات اللي بتحصل أكثر شيوعا، لأنه العلاج أحيانا من غير ما الواحد يأكل كويس، أو العلاج والواحد بيتحرك أو يتأخر على الدواء فبيحصل هبوط. والهبوط ده له أشكال كتيرة، من أول دوخة وزغللة ورعشة وضربات، لتنميل في البق، لعدم تركيز، إلى درجة الغيبوبة. لكن الأسئلة اللي جات لي كانت على المضاعفات المزمنة. المضاعفات المزمنة في السكر مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بالأوعية الدموية، في جزء منها مرتبط بالأوعية الدموية الدقيقة الصغيرة، يعني زي اللي في العين، زي اللي في الكلى، زي اللي في أعصاب الرجلين. المضاعفات اللي بتحصل في العين دي لها طريقة للوقاية، انه غير ضبط السكر ان احنا بنبعت الشخص المصاحب للسكر لطبيب العيون لفحص قاع العين مرة كل سنة في وقت التشخيص، من وقت التشخيص في النوع الثاني او بعد 5 سنين في النوع الاول. المضاعفة الثانية الهامة اللي هي مضاعفات السكر والكلى. حقيقة السكر لما بيكون مش منضبط فترات طويلة بيأثر على الكلى، ويؤدي إلى مراحل كتيرة تؤدي إلى مشاكل سيئة في الكلى، من أول الزلال الدقيق لارتفاع ضغط الدم إلى مراحل بتحتاج إلى علاج مكثف أو غسيل أو حتى زراعة. وده حله سهل، من البداية بنظبط السكر، بنظبط الضغط، لكن بنعمل تحليل الزلال الدقيق يوري إذا كان في زلال في البول والمرحلة بتاعته، وبنعمل نوع من التكامل بين الزلال الدقيق وكفاءة الكلى. النوع الثالث من المضاعفات الدقيقة اللي هي التهاب الأعصاب الطرفية، وده يعني أكثر شيوعا، وده بيحصل كتير، وده له علاقة بارتفاع السكر وبالوراثة وبفترة السكر. عشان كده كل مرة أي شخص عنده مصاحب للسكر يروح عيادة الطبيب، الطبيب لازم يسأله على الأعراض، زي التنميل، زي الشكشكة، زي التقل، زي السخونة. لكن مش بس كده، لازم يفحص القدم ويشوف الشرايين ويعمل اختبار للأعصاب اللي بتبقى موجودة. العلاجات المتاحة لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية هي ضبط السكر، الرياضة، النظام الغذائي، وفي بعض الأدوية الجديدة اللي نازلة بتساعد على تخفيف الألم. بالنسبة للمضاعفات في الشرايين الكبيرة زي المخ أو القلب أو الشرايين الأطراف، بالنسبة لشرايين المخ، ضبط السكر، ضبط الضغط، وضبط الدهون بيلعبوا دور مهم فيها. وأي حد يحس بصداع أو بدوخة، الشخص ده لازم يتوجه لطبيب الأعصاب. لكن الأكثر شيوعا في السكر واللي بيؤدي إلى مشاكل هي شرايين القلب، اللي بكل أسف بتؤدي إلى ذبحات أو جلطات قد تؤدي يا إما نهايات سيئة، أو تؤدي إلى تركيب دعامات، أو تؤدي إلى علاج بالفم. وده بنقدر نتابعه عن طريق ضبط السكر والضغط والدهون. النوع الأخير في المضاعفات بتاعت الشرايين الكبيرة هي شرايين الأطراف. وشرايين الأطراف دي إن الواحد يقدر يعرف منها إن هو تعبان لما يمشي يحس بألم في سمانة الرجل، ولما يقعد يروح
دي اول حاجة ظاهرة ان احنا بنشوفها في الاطراف في شرايين الاطراف. لكن برضو على الطبيب ان هو يحس او يعرف الشرايين في الرجل عاملة ايه, ولما يشك يبتدي يبعت العيان انه يعمل دوبلر. جالي سؤال تاني دلوقتي مهم, هل ممكن نمنع السكر في الناس اللي عندها عامل وراثي هام؟ يعني لو في شخص والده ووالدته عندهم سكر وسنه اكتر من 30 سنة, هل نقدر نتفادى انه يجيله سكر؟ الابحاث قالت ايوة, قالت لو في شخص بدين والاب والام عندهم سكر, او الشخص ده عنده ضغط لان الضغط معناه انه في مقاومة للانسولين, الشخص ده لازم يقلل وزنه, وخصوصا الوزن حوالين منطقة الخصر او الوسط لان دي مصاحبة لمقاومة الانسولين. الشخص ده لازم يعمل رياضة 4 مرات في الاسبوع, كل مرة 30 دقيقة. نظام غذائي, والنظام الغذائي اللي بنقصده انه كمية السعرات تبقى اقل التي تساعد في تقليل مقاومة الانسولين. من ضمن الحاجات المهمة انه برضو في بعض الادوية اللي بنستعملها, الادوية دي زي الميتفورمين او الجلوكوفاج بنستعملها في الناس اللي عندها درجة خطورة عالية. في بعض الادوية الجديدة بتقلل الوزن لغاية ما وصلنا مؤخرا اللي هي حاجة بيسموها عمليات السكر اللي هي في الناس السمان قوي والكثافة الجزئية اللي اكتر من 35, بيعملوا عمليات بتقلل الوزن وبالتالي تقلل حدوث السكر في الفترة اللي بعدها. شكرا جزيلا.